مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ صباح النور عليكم حبوباتي، ان شاء الله كامل راكم بخير. جيتكم فيديو جديد تاع اليوم الخامس من رمضان. دونك اليوم درت الشربه وطيب دوزيام بلا اللي هو لوبيا ماشطو. الشربه هنا تاعي كنت خليتها تتقلى نار قليله، واللوبيا ماشطو كيف كيف قطعت كلش بارد في بارد وخليتها تتقلى نار قليله، بس كان مازال الحل كانت زوج ونص ولا. اليوم خرجت رحت شيت واش خص وجست عند مونير الصيفي، شريت هاد لي فيغ بوغ ديسير ولا باش كشما ندير فيهم. زدت شريت مام هادوك لي بلاطو بوغ لو فور، باسكو لا ديرنيير فوا شريت غير ثلاثه وعجبوني اي سون براتيك. دونك زدت شريت شويه منهم، زدت شريت ثلاثه باش يولي عندي سته. دونك جيت هنا باش نغسلهم. شريت ثاني الحشاوش باش نديرهم بنفس الطريقه اللي درتها معاكم المره اللي فاتت. اللي مشافتش الطريقه تروح تشوفها في فيديو تاع التحضيرات كيفاش تقدري تحافظي على الحشيش اللي تشريه حتى ل 15 جوغ. هنا كنت حندير لاباط تاع لي زاموندين للسهره طبعا. دونك بور لاباط تاع لي زاموندين نكتبها لكم ونخليها لكم. تسحقوا فيها 500 غرام تاع مارغرين، كاس تاع زيت، 4 مغارف تاع سكر غلاس، وشويه تاع لافاني، وان باكي تاع لا ليفور، بلس 4 بيضات وفارينة حتى تنطم لكم تولي لكم كي لاباط تاع لي سابلي. انا هنا ما استعملت 500 غرام تاع لا مارغرين، استعملت 250 غرام. دونك استعملت معها زوج بيضات، نص كاس زيت، ونصف تاع باكي تاع لا ليفور بلس لا فارين. وهنايا وجدت لا فارس اللي عندي، لازم لكم اللوز يكون بقشورو. دونك رانا نمد لكم المقدار تاع كيلو. دونك كيلو تاع اللوز ديري معاه لا فاني مغرفه هكذاك، زوج كيسان تاع العسل، وزوج كيسان تاع سكر غلاس، وديري لهم البيض. دونك البيض حتى تولي عندها هاد القوام داكور. ما ديروهاش جريه بزاف وما ديروهاش يابسه بزاف، باسكو الا درتوها يابسه بزاف كي تاكلوها تحسوا فيها غير هذيك الحلاوه تاع العسل والسكر، جو هذاك البيض ما ينفخ لكمش واللوز ما يتنفخش. الا درتوها جريه تجيكم كامل فارغه من الداخل، تتقوم في لاغر مدير لكم غير القشره الفوقانيه. دونك هنا الحشاوش تاعي نقصت لهم في الطول ديالهم وغسلتهم وقطرتهم وحطيتهم هنايا، كنت مازال ما نقيتهمش. هي نورمالمون يتنقاو قبل ما تغسليهم، مي انا هنا كوم كنت مع الفطور وكنت نقي فيهم، دونك قلت نشللهم ونخليهم كي ينشفوا نقيهم. هنايا لوبيا ماشطو تاعي بدات شويه تبقبق، وشوفوا النار قليله ما ديروش النار قويه بزاف كي طيبوا في هادو، ما سواء في القدره تاع الفخار سواء في الاخرى في الطنجره. هنا الفريك تاعي كنت غسلته ودو فوا وخليته باش نرميه. الروز كنت غسلته الصباح كي نط، غسلت كميه من الروز باش ندير المحلبي بابا تشهاه. دونك الوصفه تاع المحلبي كنت حطيتها لكم ديجا في فيديو وحده، مي معليش نعاودها لكم هنا خفوفي. دونك تسحقوا كيله تاع السكر، كيله تاع الروز، كيله تاع المزهر نصو ديروه في الاول والنص الاخر ديروه في لافون، وتسحقوا 3 كيلات تاع الماء و3 كيلات تاع الحليب مع قرفه عود وحده. انايا مرفون نستعمل حليب عادي تاع شكاره، مي اون فوا درتو بحليب بلا بود تاع لي بواط تاع لي باكي، شفت بلي البنه تاعو جات هايله. دونك وليت نستعمل حليب تاع لا بود، درت 3 كيسان اللي قصت بيهم، زدت لهم 3 مغارف صغار تاع الحليب. دونك هنا استعملت الفويل جوست باش نحل هذوك لي غريمو، ابخي نحيتها واستعملت بيان سور ملعقه تاع اللوح باش نخلط به وما يلصقليش كامل. الفو تقعدوا تحركوا فيه حتى يطيب لكم، حتى تشوفوه بدا يعقد لكم. المحلبي يجي بزاف بنين، اللي ما سياتوش غير تسيه، نقولها هدايا خير متاع برا، خير ما تشري هذيك خام دو ري تاع برا ولا هذيك لابودغ ولا تشريها وطيبيها. ديري الروز في الدار، بصح الفو تكون عندك رحيوه تاع القهوه باش ترحيه بها، وكي ترحيه رحيوه فان، ما تخليوهش باسكو كي تخليوه شويه خشين تماك يجيكم صعيب شويه في الطياب ديالو. اي فوالا عمرتهم في هاد لي غامكا
الصغار درت دوز نورمالمون اي فوالا. هنايا لا بات تاع لي زامونجين تاعي هاي اللي كيفاش تكون، تكون كيما تاع صابلي، تكون خفيفه طريه ما تيبسوهاش بزاف بالفرينه وما تخلوهاش داريه بزاف. دونك هنا عمرت لي مول ديالي فوالا، ولا فخص تاعي كان سي بون ريحه شويه هذاك كيما نقولوا هذاك اللوز شرب البيض هذاك ولا عسلاتو، واللوز فيلي بيان سور باش نزينوها من الفوق. الا ما عندكش اللوز فيلي تقدري ديري لها شويه لوز هكاك كونكاسي ولا كيما تحبوا، شبحوها كي تقدروا ديروا ميم فخوي كونفي ولا كيما تحبوا زينوها. اللي ما عندهاش تقدر تستعمل نفس الوصفه ديرها بالكاوكاو ولا ديرها بجوز الهند ولا ليسونسيال حاجه بنينه ويجوا بزاف بنان لاباط تاعهم هايله، وانا دائما نديرهم وناجحه. هنا برك اليوم كي عمرتهم عمرتهم شويه زياده دونك فادوا لي شويه في الفوخ في الفور، نورمالمون يجوا شويه حاطين على هذاك الشيء. هنايا حصرت القاص اللي كنت خبيته وجداته ماما وجدته هنايا في الكونجيلاتور كيما وريته لكم في الفيديو تاع التحضيرات، وهنايا حطيت الطاوله ديالي اي فوالا. هادو هما الاطباق تاع اليوم. هادي السفيريه اللي قعدت لي من البارح زدت زينتها لهم شويه وحطيتها لهم هكذا باش ياكلوها، باش ياكلو الفرماج لازم ياكلو السفيريه. اي فوالا هنايا اللوبيا ماشطو ديالي كي طيب نار قليله تجي فيها البنه كيما نقولوا تجي عسل. طيب نار قليله طيب في غرضها، وكيما يقولوا صح طياب تاع كي طيبي في طنجره هكذا ولا ماشي كيما طيب تاع الكوكوطه تاع تمتم طيبيها. هذاك الروز ثاني سالاد دوغي اللي قعدت لي من البارح ثاني فرختها لهم في هذوك لي فيغ اللي شريتهم اليوم عند مونير ستايفي وحطيت فيهم. ونقول لكم باللي حندير لكم فيديو تاع الاواني اللي جابها، وراهو سقم للماغازان ديالو ودار دي زيتاجير رجعها روعه. دونك ندير لكم فيديو باش تشوفوا شويه شويه، ما صورتش بزاف باسكو ما قدرتش نطول كان راح عليا الحال. مسنا ان شاء الله اليوم نحط لكم لا فيديو. اي فوالا هنايا البوراك جبتو من الكونجيلاتور، واش نقول لكم قعد كيف كيف بنا بنا هايله من ديول ملاح ايتو، يعني كلش قعد على حاله ماشي كي تخبوه في الكونجيلاتور معناتها يفسد ولا تبدل البنه ديالو. اي فوالا هنايا لي زاموندين تاعي جاوني روعه بنه يعني كلاو منهم في السهره. هاد لي زاموندين تقدروا مام ديروهم كوصفه حلويات في العيد ان شاء الله، مام في العراس مع لاتاي، تقدروا ديروهم مام في بوغ طهاره بوغ سابع. والكميه شوفوا كيلو تاع اللوز، كيلو تاع اللوز بقشورو بلس 500 غرام تاع المارغارين بور لاباط تخرج لكم حتى ل 80 حبه هكذا. انا درت 250 وشتو شحال خرجت لي الكميه. انا دائما ندير هادو ما سوا في العيد في كاش عرس كاش مناسبه. دونك كيما قلت لكم 500 غرام تخرج لكم حتى 80 حبه، وكيلو تاع لوز يعمر لكم هذيك 80 حبه. ليسونسيال يكون اللوز بقشورو ما تنقيوهش، لازم يكون فيه هكذا اللون ديالو. شوفوا الداخل كيفاش يجي. وهنا اللي قلت لكم لو كان تكون لاباط خفيفه تتنفخ ويصالكم فارغ في الوسط، ولو كانت تكون يابسه ما تنفخ لكمش بزاف. وبيان سور كي طيبوا تخرجوهم وديموليوهم ديروا لهم لا جولي من الفوق طبعا باش يزيد في الزينه ديالهم. وجو سوي سور كيحبوهم مام دلالي صغار الكبار يحبوا هذا النوع تاع تاع الحلويات. وبالطبع وجدت لاطابل تاع السهره ديالي، درت انتي المحل بي هذاك المحل بي ماما قالت لي درتي بزاف ودوك ما ياكلوش ومنا مي جا خفيف باسكو مام اليوم نقصت له شويه في الحلاوه. انا دائما نقص شويه في السكر في هذا رمضان باسكو الواحد جوغ يدوق شويه منا شويه منا شويه منا او موا ما يطلعش السكر لعمرو. نقص له شويه في الحلاوه دونك جا هائل. ما في هذا اللي قلت لكم هذا القوالب تاع لي فيغين هذوما هايلين، شغل كمية قليلة ماشي كمية كبيرة، ماشي كيما ديريهم في دي غامكان واحد اخرين. هاد لي غامكان هايلين تاع 26 ألف،
وكيما ما يقولوا ثاني في الفيسبوك باللي تاع اللي مخدومين في مصر ما يترتقوش يدخلوا للفوق، لا بس عليهم تاع لاشين هما اللي يترتقوا، مي اللي خافت ما تستعملهمش للفوق، تخليهم جوست للديسير. ما بقى لي غير نقول لكم حبوباتي جيسبر عجبتكم لا فيديو تاع اليوم، بقاو متبعين القناه تاعي وان شاء الله كل يوم وصفه جديده مع هنا كوين ديكوراسيون، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو سوغ فيسبوك مع صحاباتكم مع احبابكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم ونحبكم نموت عليكم، باي باي. مرحب مرحب يا هلال.